يونس مخيون، الرئيس السابق لحزب النور. شغل الدكتور يونس مخيون رئاسة حزب النور من يناير من عام 2013 وحتى مارس عام 2022. حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة الإسكندرية عام 1980، ثم ليسانس الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر عام 1999. شغل العديد من المناصب والهيئات، حيث كان عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور محافظة البحيرة، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية. شارك حزبه في بيان 3 يوليو وأيد إجراءات عزل محمد مرسي وجماعته الإرهابية من الحكم في عام 2013، حيث كان مؤيداً لثورة 30 يونيو بعد صدام كبير مع الإخوان. رأى فيه أن مرسي فشل في إدارة الدولة وليس لديه مشروع تنموي، بل نهج للسيطرة على مفاصل الدولة. حاول مخيون إزالة الاحتقان السياسي الذي ألقى بظلاله على الشارع في صورة عنف ومصادمات وقتل وحرق للمؤسسات العامة والخاصة، فسلم للمعزول محمد مرسي ملف أخوانة الدولة، إلا أنه ضرب بها عرض الحائط. انضم إلى جبهة الإنقاذ واتفقوا في بنود واضحة تتضمن 8 نقاط كان على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل. خرج النور في 1 يوليو بمبادرة جديدة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث لم يعد هناك تغيير وزاري كاف، فكان مطلب الشارع هو الرحيل. لكن الوقت تأخر، وكانت كلمة واحدة في خطاب الشرعية الشهير كفيلة برفض كل تلك المحاولات، فكان العزل بقرار الشعب هو نهاية فترة مرسي وجماعته.